جاء عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها أنها قالت: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. هذا المقطع هو جزء من خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي خطبتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله حينما طالبت بحقها في فدك الذي غصبته الخلافة. ففي البداية بدأت بحمد الله والثناء عليه، ثم ذكرت أنعم الله عز وجل، ثم تعرضت لفلسفة الأحكام، فبدأت: وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، إلى أن قالت: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. فوطاعتنا نظاما للملة، هذا الجزء معطوف على وجعل الله، يعني الله تبارك وتعالى جعل طاعتنا لنظام هذه الأمة ولنظام هذه الملة. حديثنا انطلاقا من هذه العبارة الفاطمية في نقطتين: النقطة الأولى توضيح معنى هذه العبارة، والنقطة الثانية بيان السمة الشرعية للنظام. وطاعتنا نظاما للملة، الزهراء سلام الله عليها هنا تشير إلى أن الله تبارك وتعالى أوجب طاعتهم على الأمة، تشير إلى بيان الحكمة والغاية التي بسببها أوجب الله تبارك وتعالى طاعتهم على الأمة. هذه الحكم تتمثل في غايتين: الغاية الأولى لتنظيم أمر الدين، والغاية الثانية لأمان الأمة من التفرق والتمزق باتباع إمامة أهل البيت عليهم السلام. ما يهمنا هو الغاية الأولى لتنظيم أمر الدين، مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى إذا أوجب طاعة جهة محددة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بد أن تكون هذه الجهة تتوفر على متطلبات الطاعة، لابد تكون متوفرة على متطلبات الطاعة. ما هي متطلبات الطاعة؟ الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الجهة: أولا، أن تكون هذه الجهة مستوعبة لجميع مسائل الدين بجميع دقائقه وفي جميع مجالاته، يكون عندها استيعاب للإسلام، يكون عندها معرفة تامة كاملة للرسالة الإسلامية، هذا أولا. ثانيا، أن تتوفر هذه الجهة على الضمانة التي من خلالها يكون الإنسان باتباعه لهذه الجهة في ضمان، في الخط الذي يريده الله تبارك وتعالى. وهذه الضمانة هي العصمة، أن تكون هذه الجهة معصومة عن المخالفة لا عمدا ولا سهوا ولا غفلة ولا ما شابه ذلك. وبالتالي إذا تحقق هذان الشرطان، شرط الاستيعاب للرسالة الإسلامية وشرط العصمة، سوف يكون اتباع هذه الجهة يقيني الضمان أن الإنسان على الخط الذي يريده الله تبارك وتعالى. فإذا تخلف أحد الشرطين سوف لن يكون هناك نظام. إذا يتخلف أحد الشرطين، لماذا؟ لأن الحكم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية والمصالح، هذا الحكم وهذه المصالح واقعية. ما معنى واقعية؟ يعني أنها تتخلف بتخلف الغاية التي من أجلها
بعث الرسل، الغاية التي بعث من أجلها بعث الرسل هي الهداية. وهؤلاء الرسل لا بد أن يكونوا مستوعبين للرسالة أو لما بعثوا به، وكذلك لا بد أن تكون عندهم العصمة. من خلال ما ثبت في محله ليس هناك أحد وفئة توفرت أو توفر فيها هذين الشرطين إلا صفوة الخلق محمد وآل محمد. والتاريخ أثبت هذا المعنى، ولهذا قالت الزهراء عليها السلام: وطاعتنا نظاما للملة. بالتالي الزهراء سلام الله عليها تشير هنا إلى أن الإنسان إذا أراد أن يحقق النظام في حياته لا بد له من إطاعة أهل البيت عليهم السلام. والإنسان بموجب قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بموجب هذه الطاعة المطلوبة في الآية المباركة، إذا نفذ هذه الآية المباركة سوف يعيش النظام في حياته. هو لن يستفيد أهل البيت عليهم السلام بطاعته، إنما هو سيستفيد بطاعته لأهل البيت، سوف يستفيد النظام في حياته، لأن المخالفة لأوامر أهل البيت عليهم السلام على نوعين: هناك مخالفة صغرى وهناك مخالفة كبرى. المخالفة الصغرى هي التي تصدر من ذلك الإنسان الذي يعرف الأمر أو يسلم بالأمر ويسلم للآمر، يعني هو المتبع لأهل البيت عليهم السلام، فإذا عصى الله تبارك وتعالى وخالف أوامر أهل البيت عليهم السلام فهذه مخالفة صغرى، تسمى مخالفة صغرى، لأن هذا إنسان متبع لأهل البيت، مؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام، إنما غلب عليه الهوى فوسوس له الشيطان وأطاع. هناك مخالفة كبرى، وهذه المخالفة الكبرى هي التي تصدر من ذلك الإنسان الذي هو أخ لنا بالطبع، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هو أخ لنا ويدين لأهل البيت عليهم السلام بالمحبة والمودة، ويعتبر أن أجر رسالة النبي مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يعطي أهل البيت خصائصهم ومقاماتهم، يعني هو ينظر إلى أهل البيت عليهم السلام على أن يعني علماء عندهم مستوى عادي من العلم مثل بقية العلماء، وعندهم مستوى عادي من العصمة مثل بقية الصالحين، لكنه يخالف أهل البيت عليهم السلام لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الصادر في حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وكذلك مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. فهو يخالف هذه الأوامر. يقول العلامة المجلسي رحمة الله عليه في هذا الشأن، يقول: إن نظام الملة والدين الإسلامي لا يكون إلا بتحقق طاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن لم يطعهم فقد كفر بالنعمة. وقد أثبت التاريخ تفرق الأمة وتمزق الأمة حينما ابتعدوا عن أهل البيت عليهم السلام، بدءا من سقيفة بني ساعدة. ولن يصلح أمر الأمة إلا بظهور بقية أهل البيت مهديهم عليه السلام وتمكينه في الأرض. إذن النظام لن يكون إلا بطاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا الإنسان إذا أراد النظام لا بد له من طاعة أهل البيت.
كل نظام، كل نظام يأتي من طاعة أهل البيت عليهم السلام، المخالف لهم محروم من هذا النظام. ولهذا إذا أخذنا بعض الصور التي تبين هذا المعنى يتضح هذا الأمر بشكل جلي. مثلا أهل البيت عليهم السلام لما عرفوا أن الرجل صاحب غضب وثوران سريع ويشتعل بأقل شرارة، هذا الرجل، قالوا إذن هذا الرجل ليس عليه مؤاخذة إذا غضب وقال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق 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 ثلاث، يعني طالق ثلاثا في مجلس واحد، هذا لا غبار عليه، لا ريب عليه، لأنه غاضب لا يجري هذا. فهنا لما نأتي إلى الذين أخذوا علمهم من غير منبع أهل البيت عليهم السلام يقولوا هذا الطلاق يجري، هنا النظام الذي يأتي بالضيق والحرج للإنسان هذا ليس بنظام. مخالفة أوامر أهل البيت عليهم السلام الذين قالوا هذا الطلاق لا يجري هو الذي جر عليهم مثلا المشاكل اللي تصير فيه اللي تصير في المحاكم وما شابه ذلك. فهذه المشاكل اللي تحصل بسبب ثورة هذا الرجل حينما يغضب ويطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، أهل البيت والقرآن قالوا هذا الطلاق لا يجري. هذه صورة. بالتالي النظام الذي لا يأتي إلا عن الضيق أو لا يأتي إلا بالضيق ولا يأتي إلا بالحرج هذا ليس بنظام. صورة أخرى تجي مثلا قضية الرضاع، قضية الرضاع يقول لك فلان لازم يطلق فلانة، لازم ينفصل عن فلانة. ليش؟ لأنه شرب من أمها رشفة، شرب رضع من أمه رضع من أمها، أو هو أو هي رضعت من أمه رضع، فهي أخته من الرضاع. فهنا تصير المشاكل في المحاكم، هذا لابد ينفصل. ليش؟ لأنه أخوها من الرضاع. فهنا الحرج. أهل البيت عليهم السلام يقولون هذه ليس أخوة رضاعية، الأخوة الرضاعية لها شروط، من شروطها أن يكون اللبن من زواج شرعي، من شروطها أن يكون الرضاع أثناء الحولين وقبل استكمالهما. يعني بالتالي لما تسمع رضاع الكبير وشلون يرضع الكبير بصب اللبن في كأس أو ما شابه، من الشروط أيضا أن يكون هناك امتصاص للثدي من الطفل، لا يعتبر اللبن الذي يوضع في فم الطفل ولا المحلوب. بالتالي رضاع الكبير هذا لا فيه مص أو هو محلوب أو ما شابه، وهو ما بعد السنتين أيضا. أحكام وقضايا يعني مضحكة مبكية واقعة. من الشروط أيضا أن يكون هناك للرضاع تحديد، إما بالأثر وهو أن ينبت اللحم ويشتد العظم، أو بالمدة وهو يوم وليلة، أو بالعدد وهو 15 رضعة متتالية، رضعة كاملة متتالية. الرضعة الكاملة يعني بحيث يكتفي الرضيع يرضع يكتفي هو يرفع من الثدي، هذه الرضعة الكاملة 15، وهناك قول عند بعض الفقهاء يكفي 10. إذن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما يعطوا هذه الشروط يحفظون النظام لهذا المجتمع، بينما الذي يخالف أهل البيت عليهم السلام يوقع نفسه في ضيق وفي حرج. من هنا أصبح طاعة أو أصبحت طاعة أهل البيت عليهم السلام نظاما للملة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأئمة 12 آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا قدام. النقطة الثانية، السمة الشرعية للنظام. قبل أن تكون
سمة النظام حضارية هي سمة شرعية. الإمام المعصوم من معاني وجوده هو التنظيم الإداري، هو الوجود الحافظ للمجتمع. زين، لما يغيب الإمام، لما يغيب عن هذه الأمة كيف يكون هناك نظام؟ هل يكون نظام أم لا؟ ولا تعيش الأمة فوضى؟ ولا تعيش الأمة عشوائية؟ قطعا الإمام حينما يغيب لا يترك الأمة هملا، فترك أئمتنا عليهم السلام أشاروا إلى أن المعصوم يخلفه ويكون نائبا عنه في عصر الغيبة هو الفقيه. الفقهاء كما جاء عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في توقيعه الصادر عن: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن الذي يعطي النظام واستتباب النظام في المجتمع بعد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الفقيه والمجتمع المجتهد الجامع للشرائط. هذا الفقيه يعبر عنه بالظل، وجود الظل للإمام. الإمام هو الوجود، هو الشخص، وهذا الفقيه هو الظل، كل حركاته كل سكناته مع هذا الشاخص، حركته مع هذا الشاخص. الذي يحرك الفقيه، الذي يسكن الفقيه، أمر الإمام المعصوم عليه السلام. ولهذا بكل ثقة قبل سنوات المذيع يسأل الدكتور عبد الله النفيسي، الدكتور الكويتي، يقول: ما نراه من أمر الشيعة الجماهير لما تقوم بكلمة واحدة، تقوم بكلمة واحدة، تقعد بكلمة واحدة، تتصرف تصرف معين، هذه الجماهيرية المنتظمة عند الشيعة ما هو سببها؟ هم مسلمون، احنا ايضا مسلمون، فلماذا تكون عندنا العشوائية؟ يقول إيه؟ لماذا تكون عندنا العشوائية؟ فقال بكل ثقة، قال: انها المرجعية. المرجعية، المرجع يقول هالشكل يقوموا، المرجع يقول هالشكل يسكتوا. وهذا فعلا يدل على الدور المهم والفاعل الذي تقوم به المرجعية في المجتمعات الإسلامية الشيعية. وهذا الأمر منذ زمن، يعني لما تقرأ مذكرات مستر هنفر الجاسوس البريطاني، هذا صار كالأبله بسبب تصرفات المرجعية، يرسل تقارير إلى بريطانيا بكل ما يحدث. مذكراته يذكر في هذا المعنى، يقول أن علماء المسلمين الشيعة مراجعهم في الهند وأفريقيا حينما تهان كرامتهم تقوم ثائرتهم ولا تقعد من أجل إهانة كرامة عالم من العلماء، فما بالك إذا كان هذا هو القائد الأعلى في هذه الأمة؟ من الذي يحرك هذه المرجعية؟ كما قلنا الذي يحركها هو الإمام المعصوم، الذي يحرك المرجعية هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. العلماء، الفقهاء، المراجع كما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حكام على الناس. العلماء حكام على الناس، وجاء عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: مجاري الأمور بأيدي العلماء، بالله الأمناء على حلاله وحرامه. كيف أعطيت هذه المهمة إلى المجتهدين وإلى العلماء وإلى المراجع من الإمام المعصوم؟ من خلال الولاية، من خلال الولاية ينتظم أمر المجتمع، يكون هناك في المجتمع من خلال الولاية والحاكمية على الناس. وحينما نأتي إلى الولاية وهي المعبر عنها بولاية الفقيه،
نجد أن ولاية الفقيه يعني لها حدود، وهناك رأيان بخصوص حدود ولاية الفقيه. ولاية الفقيه الخاصة وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وتلامذته، يقولون بأن ولاية الفقيه في الأمور الحسبية فقط. ما هي الأمور الحسبية؟ هي التي تحفظ نظام الحياة، وهي التي أمر الشارع بعدم تركها، مثل مال اليتيم الذي لا يجد له مثلا واليا، هذا يكون بيد الفقيه، أو الأوقاف التي ليس لها أحد خوف ضياعها، هذه تكون للفقيه. زين، لماذا للفقيه؟ يعني هذه الأمور لماذا للفقيه؟ يقول لأن فيها أموال، هذه الأموال التصرف فيها يحتاج إلى ولاية، والقدر المتيقن في الولاية هو للفقيه. هذه ولاية الفقيه الخاصة. ولاية الفقيه العامة تقول لا، كل ما للمعصوم هو للفقيه، كل ما لرسول الله والأئمة عليهم السلام هي للفقيه العادل الجامع للشرائط. وهذا هو رأي إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه. الولاية العامة، كل ما للمعصوم هو للفقيه، الإمام قدس الله نفسه الزكية، وكذلك الإمام الخامنئي حفظه الله. يقولون كل ما للمعصوم هو للفقيه في الأمور الضرورية وغير الضرورية، ما يكون متعلقا بأمور حكومة الناس وسياستهم للفقيه دخل فيه. إذن استتباب النظام في المجتمع يكون بوجود الفقهاء، ولهذا تجد كما جاء عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي قال في كتابه أو في توقيعه إلى الشيخ المفيد: أفد يا مفيد، فإذا أخطأت فعلينا التسديد. الإمام الحجة هو الذي يدفعهم. إذن بسبب وجود الإمام الحجة، إعانة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان الدور الفاعل للمرجعيات على مدى العصور وعلى مدى الأزمان. لهذا تشوف المرجعية على مدى العصور، مثلا تسمع بثورة التنباك، سيد محمد حسن الشيرازي المجدد الشيرازي الذي أفشل خطة الاستعمار في إيران، السيد محمد تقي الشيرازي الذي ثار أو قاد ثورة العشرين، السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه الزكية الذي تقوم الحكومات بفتوى منه وتقعد، أصدر فتوى التي قال فيها: الشيوعية كفر وإلحاد قيام للنساء، الأئمة 12 آخرهم القائم المنتظر. وأفشل الحركة الشيوعية في العراق، ثم بعد ذلك جاءت تلك أو ذلك المشروع العظيم الذي أقام دولة مباركة تفخر الشيعة بوجودها، كيان قائم بذاته تخر لها الجبابرة ساجدين بقيادة إمام الأمة الراحل الخميني قدس الله نفسه. وكذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه الذي قاد الانتفاضة الشعبانية. أنا أريد أن أشير إلى قضية في حفظ النظام بسبب حكمة الفقيه وحنكته في سياسة الأمور، وهي قضية غزو الكويت. قضية غزو الكويت سنة 90 لما هجم صدام على الكويت واحتلها،
اختلفت البلدان العربية والإسلامية، فمنهم مؤيد ومنهم معارض، منهم من قال مثلا بأن طبعا استدعيت، طلب استدعاء التحالف، جيش التحالف لإخراج صدام من العراق، فهنا افترقوا. قال بعضهم هذه أو هذا الأمر هو الذي كانت تحلم به إسرائيل، وهو مصالحتها للدول العربية بالطريقة الأمريكية والإسرائيلية، هذا الذي كانت تحلم به إسرائيل، ما كانت تجده لن تجده إلا من خلال دخول أمريكا ودول التحالف. وبعض قال لا، بعض قال إن الاستعانة بأمريكا استعانة بالكافر، استعانة بأمريكا وغيرها لإخراج صدام من العراق استعانة بالكافر. اختلفت الأقوال، إيران لم تكن بمنأى عن هذه الأجواء، فصارت حركات طبعا لم يكن لها أثر زايد، إلا أن هناك حركة غير مدروسة، بعضهم أمر بإخراج مظاهرة كبيرة جدا تؤيد أن يكون لإيران دور في حرب التحالف مع العراق، يكون مع العراق في حرب التحالف. فهنا ما كان من رئيس الوزراء الشيخ رفسنجاني إلا أن يهدد بالاستقالة إذا لم يسكت أولئك الغاضبون عن مطالبتهم بمشاركة إيران العراق في محاربة أمريكا. فهنا صار الناس في حيرة، فجاء دور القيادة الحكيمة المحنكة المطلعة على أوضاع الخارج والداخل، ما كان منها إلا أن تصدر قرار بأن طبعا تبعها الشيخ رفسنجاني ومؤسسات الدولة، قالوا بأن هجوم صدام على العراق، عفوا هجوم صدام على الكويت هذا غير صحيح، كما أن إخراج صدام بدول التحالف أيضا غير صحيح. إذن ما هو الرأي؟ قال الإمام الخامنئي قدس، قال الإمام الخامنئي حفظه الله، قال يكون جيش إسلامي لإخراج هذه الدولة الغاشمة من الكويت، جيش إسلامي، لكن هذا الرأي قوبل بالرفض من الجهات المعنية. هنا اتخذت إيران موقف محايد، موقف محايد، لم تحرك شيء، خلاص موقف محايد، فاطمأن دول الخليج من إيران. على أثر هذا، بسبب هذه القيادة الحكيمة، على أثر هذا العراق صدام اعترف بأنه هو من ابتدأ الحرب، وأن إيران كانت محقة في مطالبتها بإيقاف الحرب، إلا أنه هو الذي ابتدأها وهو الذي استمر فيها. وعلى أثر ذلك، على أثر ذلك أخرج آلاف المعتقلين الإيرانيين من العراق ورجعوا إلى بلادهم. هذا بسبب ماذا؟ هذا التصرف الحكيم والرأي الحكيم من الإمام القائد حفظه الله. هذا دور المرجعية في استتباب الأمن وبث النظام في المجتمع. ولا ننسى سماحة السيد السيستاني حفظه الله الذي كان له الدور الكبير في تهدئة الأوضاع بعد تفجير مرقد العسكريين عليهما السلام، حينما ثار الشيعة، إلا أن السيد السيستاني أخرج كلمته المعروفة: إخواننا أو أهل السنة ليسوا إخواننا بل أنفسنا. وكذلك فتواه الأخيرة بالجهاد ضد داعش، يعني واجب كفائي من أجل أن يدحر أولئك التكفيريين الطغاة من تلك البلاد. إذن دور المرجعية مدعوم من القيادة العلوية، أو مقتدى من قبل القيادة العلوية، هم اقتدوا بهذه القيادة العلوية التي أحبها الناس وعشقها الناس، وكذلك هي استمرار وامتداد للقيادة الحسينية التي كل القلوب تميل إليها، كل القلوب تهفو إليها. قيادة الإمام الحسين عليه السلام كانت رمزا، قيادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليس لها مثيل.